100 وحدات تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضاري الخارجي الصور بعين تدلس بأمن ولاية مستغانم من الإيقاع بمجموعة من المضاربين كانوا يستغلون أحد المستودعات الخاصة الواقعة بوسط بلدية الصور لتكديس وتخزين مختلف السلع الاستهلاكية خاصة منها المدعمة، حيث بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس، تمت عملية تفتيش المستودع بحضور أعوان من المديرية الفرعية للتجارة بدائرة عين تادلس، أين تم إحصاء وحجز حوالي 85 منتوج غذائي استهلاكي بوزن يقدر بأكثر من 20 طن من مختلف السلع الاستهلاكية. كميات المواد الغذائية المحجوزة سيتم تحويلها للجهات المختصة، موازاة مع ذلك سيتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المخالفين سيحالون بموجبه أمام نيابة عين تادلس بمستغانم، وشكراً.